حابة مرة تانية. هلأ رح نجهز شيت جديدة من خلال، أو خلينا نسوي أول شي نسمي الشيت الأولى اللي إحنا أنجزناها، نسميها مثلا كانت متعلقة بالأوردر أو الجيوغرافيكال، فينا نحكي نسميها ماب شيت. تمام، بننشئ شيت جديدة. في الشيت الجديد بدنا نعمل بلوت مختلف بحيث انه نجهز لفيديو جديد او فيديو تاني انه احنا كيف ننشئ داشبورد لاول مرة. هلا في الشيت هاي بدنا نعمل سكاتر بلوت، هو واحدة من البلوتات اللي كتير معروفة وبيتم استخدامها بشكل كبير في عالم تحليل البيانات. بالتالي اول شي رح مثلا او نشوف العلاقة ما بين السيلز والبروفيت، بما انه هي النقطة الاساسية لاي شركة مبيعات، انها تشوف شو هي المبيعات اللي بتحققها وشو البروفيت اللي بتنجزه. بالتالي لو رحنا اخذنا السيلز البروفيت، تشوف وين البروفيت هيا، ونضيفها في الروز. تمام، هلا اللي بلاحظوا انه ظهرت عندي الرسمة في نقطة او نقطة تمثيل واحدة، وهذا شيء يعني مش سكتر بلوت فعليا. طبعا رح يكون لازم يكون في نوعا ما شيء يفصل هذا التوزيع اللي هو البروفيت والسيلز، وعرف انه هو حيحكي عن البروفيت والسيلز. طيب كيف بده يعطي هاي البيانات، لمين بده يعطيها؟ يعني نقطة البروفيت والسيلز حتكون تابعة او بتحكي عن نقطة معينة اللي هو رح نحكي فيه كاستمر نيم. بالتالي انا هجيب كاستمر نيم واحطه في الديتيلز، بلاحظ انه اصبحت عندي نوعا ما السكتر تبعي ظاهر فيه مجموعة من النقاط. هلا الشيب تبعه ممكن انا اغيره، هو ظاهر هالايد سيركل، ممكن اغيره احطه اي شكل انا بدي اياه، ممكن احط الاكس الصليب او الاسهم كده او السيركل المدورة، خلينا على السيركل المفرغة. تمام، هلا بهذا الشكل احنا جهزنا السكتر بلوت. بدنا نضيف حاجة بنسميها الفلتر لهاي الشيت. مثلا الفلتر تبعي هاد مثلا بدي اجيب الفلتر، ناخد موضوع البروفيت مارجن نضيفه كنوع من تجهيزه قبل تجهيز الفلتر، يعني بعد كده هنستخدمه هو كفلتر. نجيب البروفيت مارجن ونحطه في الكلر، ونلاحظ انه اصبح في عندنا توزيعة الوان مختلفة للبروفيت كلر. ولو بدي مثلا هلا انشئه كفلتر، نغير مثلا الكلر، نعمل له edit colors، مثلا اورنج بلو. تمام، ونغير كمان السكيل. نعمل بلاي. اوكي تمام، لو مثلا الشيب نخليه سيركل مغلقة تماما. تمام، هلا لو بدي اضيفه كفلتر للموضوع اللي هو البروفيت مانجر هذا او مارجن، بروفيت مارجن نضيفه على الكلر الفلترز، خلينا على نفس السكيل اللي هو طلبها، نقول مثلا شو فلتر. في عنا خيار apply to worksheet،
ومشان ما نضل في كل شيء احنا بنجهزها نروح نعمل فلتر جديد. خلينا نقول انه مثلا البروفيت مارجن هذا بدي استعمله او اطبقه على، في عندي خيارات لكل worksheets انه استخدمه وين ما استخدم هذا الداتا سورس اكون في عندي هذا الفلتر، او انه نعمل select للworksheets. فبدي انا اعطي خيار انه انا بدي استعملها مثلا في all using this data source تماما. هلا وين ما استخدم هاي الداتا سورس بلاحظ انه الفلتر هذا بيكون متوفر عندي، وهذا الشيء رح يفيدني في الداشبورد لما أبلش أجهز داشبورد، رح تشوفوا كيف ببلش أو بيشتغل هذا ال فينا نقول الفلتر. خلينا نعمل عليه كويك شو فلتر. تمام، بما أنه ظهر الفلتر ففيني أتحكم فيه بناء على السكيلز اللي أنا بدي أظهرها. تمام، لو غيرنا بالألوان شوي، خلينا الألوان نقول سالب 9 من 10 ونقول خلي كده 1.5. نشوف شو ممكن يتحسن الوضع. تمام، طبعا هذا الفلترز تبعنا طبقناه على من طريق البروفيت مارجن، راح يفيدنا لو احنا بنحاول نستعرض السكيلز او نستعرض قيم معينة نغطيها ونشوفها. مثلا لو كان العرض اللي بدنا نعمله مثلا كيف كانت نسبة هذا او تحقيق لنسبة البروفيت بالنسبة للسيلز من خلال بس انه نتحرك في السكيل تبعي. الفيديو الجاي رح نجهز موضوع الداشبورد ونشوف كيف نجهز أول داشبورد لإلنا.